قومي يا فندم لتنظيم الاتصالات وبروتوكول التعاون مع جهاز حماية المستهلك، ايه اللي تم؟ هو طبعا انا شرفت بزيارة رئيس الجهاز القومي للاتصالات. هو بيعتبر الجهاز ده يعتبر زي شريك اساسي معنا. انت حضرتك تعلمي تماما انه زي ما كنا بنتكلم من شويه على الشراء عن طريق الانترنت وازاي نتواصل وعبر التليفون، فاحنا دلوقتي في سبيلنا او في طور ان احنا نوقع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي للاتصالات. ده هيسهل عندنا كمان، هيتربط معانا ان احنا على السيستم ان انا شكوى تجي لي في الاتصالات فانا على طول بتسمى عنده. انا عندي الاتصالات نوعين، الأجهزة نفسها والشرايح والخطوط، فهو المسؤول أو الجهة المسؤولة عن ده هو الجهاز القابل لتنظيم الاتصالات. فأعتقد أنه إن شاء الله يعني أنه ده البروتوكول ده أمل أنه يسهل اللي في حل مشاكل المواطنين. بعد قرار رئيس الوزراء المتعلق بالسبع سلع استراتيجية بعدم حبسها أو منعها عن المواطن المصري، شكل التعاون ما بين الجهاز وما بين أيضا المحافظين في المحافظة في 27 محافظة، إيه شكل التعاون يا فندم فيما بينكم علشان نطبق هذه القرارات؟ بعد دولة رئيس الوزراء طلع القرار بتاع السلع الاستراتيجية طبقا لأحكام المادة 8 من القانون جهاز حماية المستهلك، كان في توجيه واضح وصريح من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه المديريات التموين هتشتغل في المحافظات، تحاول بقدر الإمكان ترصد لو في مخالفات لهذا القرار. وفي نفس الوقت بالنسبة لجهاز حماية المستهلك احنا بيتم التعاون مع المحافظين إن احنا نحاول بقدر الإمكان نعمل رصد في كل أحياء المحافظات، بيبقى عن طريق المحافظ بيبقى متواجد معنا. يعني احنا يوم الأحد إن شاء الله اتفقنا ان احنا نبقى في الاسماعيلية وهناخد حملة مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومع رؤساء الأحياء. ده بيسهل الأمر بالنسبة لنا، وبالتالي فهو المخازن حتى هو المحافظ والرؤساء الأحياء هم اللي يعني دايما بيدلونا ويرشدونا ان هنا فيه مخازن. دليل خدمات يا فندم جهاز حماية المستهلك ده كمان تم الحديث عنه مؤخرا، ايه التفاصيل المتعلقة به؟ احنا لما احنا تولينا المسؤوليه احنا بدانا ندرس عايزين نعمل مانيوال للجهاز. الدليل ده عباره عن ازاي انت كمستهلك في كافه انواع السلع ازاي انت تاخد بالك وانت بتشتري، وانت من حقك تبدل، من حقك ترجع امتى. فدي كلها موجوده في الدليل اللي تم نشره، واعتقد ان احنا موجود معانا سياده النائب اللي هو شريف ده نائب رئيس الجهاز، واعتقد ان هو ممكن يضيف لنا كمان عن الدليل. بالنسبة حضرتك للدليل، هو احنا من ضمن الأهداف الرئيسية للجهاز هي توعية المستهلك والمواطن عشان يقدر يحصل على حقوقه ويبقى هو أول رقيب زي ما حضرتك أشرت من فترة أن المواطن شريك معانا في تحقيق الرقابة دي. فأنا لازم أثقفه ووعيه في مختلف المجالات اللي هو بيتعامل فيها في السوق، سواء كانت سلع غذائية أو منتجات كهربائية أو حتى خدمات بيحصل عليها من الموردين. فاحنا عملنا الدليل ده يشرح له ازاي يتعامل في السوق وايه هي حقوقه، والدليل ده عملناه الكتروني وهو موجود دلوقتي على الابلكيشن بتاعنا على صفحه الجهاز وعلى الابلكيشن ان شاء الله اللي هيطلق رسميا قريبا، بيتيح للمستهلك ان هو يبقى عنده معلومات كافيه ازاي يشتري اونلاين زي ما حضرتك اشرتي فوق، ما ازاي ما يبقاش ضحيه لنصب او احتيال، ازاي يطالب بحقوقه وهي الطرق اللي يسلكها عشان يوصل لنا. صحيح. اللي احنا زودناها قوي علشان ندي فرصه لكل المواطنين اللي عندهم شكاوى يوصلوا لنا. تمام. حضرتك يعني موجود هنا في قسم الألبان والجبن وعايز يتأكد من الأسعار ومواصفات محددة. هو طبعا حضرتك أهلا بيكي، بس هو احنا للميشن الرئيسية للزيارة الميدانية وبالذات بالليل احنا عندنا في قرار دولة رئيس الوزراء طلع 3071 بيتكلم على السلع الاستراتيجية اللي بتهم المواطن. صحيح. اللي هي عبارة عن احنا في القسم بتاع الجبن، الجبنة المصنعة من زيوت نباتية، بنتكلم على الألبان السايب والمعبأ. فاحنا في المرحلة دي احنا بنبص أول حاجة بنبص عليها في إتاحة ولا لا، هل المنتج ده موجود على الرف ولا لا. هو ده اللي بيهم المواطن ان احنا ما يبقاش عندنا شورتش في العرض. ده 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 الميشن الأولى. بجانب ده احنا بنبص على الأسعار بقى، انت معلق أسعار ولا لا، انت بتبيع بسعر أزيد من السعر المعلن ولا لا،
انت البضاعه دي هل في بضاعه مجهوله المصدر اللي هي بدون فواتير؟ ده برضك من الحاجات اللي بعملها. في بعض الاحيان بنلاقي بعض السلع منتهيه الصلاحيه فبنبص عليها برضو، دي اللي هي بتضر بحياه الانسان وبناخد الاجراءات والمخالفات. وايه اللي ستك رصدته حتى الان؟ طبعا انا باكد لحضراتكم انها حمله مفاجاه مش بس لاحد الاسواق التجاريه ولكن في المكان يعني بشكل عام في الشارع كله. ايه اللي حضرتك رصدته حتى الان؟ هو الملحوظه الجيده انه في اتاحه في كل السلع وبالذات السلع الاستراتيجيه اللي نص عليها قرار دوله رئيس الوزراء، اللي هي اللي احنا السبع سلع معروفين اللي هو الرز والدقيق والمكرونه والسكر والفول واللبن والجبنه. فاول حاجه احنا رصدناها ان في اتاحه وفي عرض، دي اول حاجه احنا رصدناها النهارده. نمره اتنين، هناك بعض المخالفات اللي احنا رصدناها زي ايه؟ عدم اعلان الاسعار في بعض المحلات. نمره اتنين، في بعض السلع موجوده ومنتهيه الصلاحيه، ودي حاجة بالنسبة لنا بتبقى كريتيكال جدا ومحتاجين ناخد فيها إجراء. في بعض المنتجات احنا بنلاقيها ملهاش فواتير، ما نعرفش مصدرها ايه، فبنعتبرها دي بضاعة مجهولة المصدر. كل المخالفات دي، كل المخالفات اللي احنا رصدناها النهاردة يعني في الزيارة الميدانية، وخاصة ان احنا جايين في غير اوقات العمل الرسمية، يعني كجهاز بعد ما خلصنا شغلنا قلنا ننزل نشوف ونتابع قرار دولة رئيس الوزراء والتوجيه كمان من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه حتى مديرية التموين تشتغل في الملف ده، بحيث ان احنا نؤكد على الإتاحة السلع. الإتاحة موجودة، الأسعار بقى أخبارها إيه وآلية ضبط الأسعار؟ ولما حضرتك بترصد اي مخالفات ايه اللي بيتم ساعتها؟ هو بعد احنا بنحرر المخالفه احنا بنحول المخالف، بنعمل محضر وبتحول للنيابه، والنيابه بتاخد اجراء والعقوبات بتاع جهاز المستهلك للنيابه مباشره، النيابه العامه مباشره، والعقوبات بتاعه قانون حمايه المستهلك عقوبات شديده وقاسيه يعني. وفي نفس الوقت احنا بنعمل توعيه سواء للمستهلك اللي احنا بنقابله في الشارع المواطن أو التاجر نفسه. التاجر نفسه محتاج برضو نقول له أنا مش المقصد أو الهدف بتاعي أن أنا أجي أعمل لك محضر، ده مش المقصد تماما. صحيح. المقصد أن أنا أوعيك وأعرفك الحقوق المستهلك عليك إيه وإيه الحاجات اللي المفروض لازم تلتزم بيها. زي ما احنا شايفين هنا في القسم بتاع الأجبان شايفين الأسعار معلنة، ده حاجة جيدة مفروض احنا نتابع ده بعد أسبوع. هل الأسعار يا فندم معلنة في كل المنتجات اللي حضرتك طبعا تبعتها هنا في وفي ولا في بعض المنتجات؟ في بعض الاماكن يعني بعض المنتجات المكان هنا هياخد بعض المخالفات؟ بالتاكيد في مخالفات. بالتاكيد طبعا بالتاكيد. بنتكلم على الطماطم دلوقتي تبيع الكيلو ب 23 جنيه، ده سعر الكيلو. تمام. انا محتاج اعرف وحضرتك تبقى موجود معايا، انت المنتج بتاعك ده بتجيبه من سوق العبور ولا من 6 اكتوبر؟ من سوق العبور. من سوق العبور. ده بيقف بكام؟ انت بتجيبه بكام؟ يعني احنا رصدنا للطماطم الايام دي في سوق العبور الرصد بيتكلم من 12 ل 14. انا بسال سؤال وعايز افهم. تمام. ليه اما بيصل للمستهلك يوصل 23؟ انا متفق معاك تماما انه السعر كان اعلى من كده وبدا ينزل. ليه الفرق الضخم ما بين السعر اللي انت بتشتري بيه والسعر اللي انت بتبيع بيه؟ في شويه هالك موافق، في شويه نقل موافق، بس الفرق هنا كتير. انا لما افرز كتير لغايه ما توصل للعميل او للمستهلك على احسن جوده. فطبعا ده بسعره. ده رقم واحد. رقم اتنين، النقل بياخد يعني مبلغ هائل برضه. في بعد ما غلوا الاسعار والكلام ده بدا موضوع النقل برضه بياخد شكل. انا موافق، انت مش بتنقل الكيلو، انت بتنقل العربيه بتبقى فيها مش عايز اقول اطنان او طن. تمام. الطن ده 1000 كيلو، اما زود على كل كيلو من 12 او من 4 من 16 جنيه اوصله 23 جنيه، الكيلو يتحمل 7 جنيه. ما يا فندم ده نقل وده جوده وده. وعموما انت تاخد بالك من الحاجات ديت، وانا شايف ان انتوا والبطاطس طبعا. انا عندي سؤال، هي دي يا فندم بعد اذنك، هي دي الاسعار يا فندم العاديه اللي المفروض تكون موجوده في الاسواق التجاريه، انه الكيلو بتاع الطماطم 23 جنيه وكيلو البطاطس ب 30 جنيه؟ هل دي اسعار عاديه ولا هي يعتبر مخالفه؟ لا هي مش هو معلن على السعر وهو مش مخالف. تمام. السعر بقى ما اجي اتكلم ليه الطماطم 20 و25 و30 جنيه؟ هو انت طبعا عارفه حضرتك ان الموسم الجني
ودرجة الحرارة اللي حصلت قبل كده، وده اللي خلى السعر يقفز للأسعار العالية دي. بدأ احنا متابعين ده كل يوم، بنرصده كل يوم، بدأت الأسعار بتاع الطماطم تنزل بسبب ان العروة الجديدة نزلت والمحصول الجديد بدأ ينزل، وبالتالي فهنلاقي فيه انخفاض. سواء كان في ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، يعني يمكن كان في شكاوى من الناس بالموضوع ده، وفي تفاوت كمان من محافظة لمحافظة ومن مكان لمكان، التفاوت كمان في أسعار الحاجات دي كبير. عشان كده سألت حضرتك، هل كيلو طماطم لما بيبقى 23 جنيه ده طبيعي ولا لا؟ لأنه هو المفروض ينزل عن كده، المفروض ينزل عن كده. لكن التفاوت، أنا متفق معك تماما أن التفاوت ما بين الأسعار من محافظة لمحافظة تفاوت كبير، وبالذات يعني تلاحظي في المحافظات الحدودية. لو أنا اتكلمت على أسوان، اتكلمت على مطروح، اتكلمت على المحافظات البعيدة، للأسف الشديد بيجي ينقلوا اللي بيجي يشتروا البضاعة من الأسواق الكبيرة، فتكلفة النقل عندهم بتبقى أعلى. وإن الدولة متجهة الأيام دي أنها تعمل مراكز لوجستية، بحيث يعني مثلا على سبيل المثال أنا كنت في زيارة محافظة بني سويف. محافظة بني سويف بتنتج طماطم، بتنتج بطاطس. إيه اللي بيحصل للإنتاج ده؟ بياخدوه يودوه العبور، وبعدين ناس من بني سويف تروح تشتري وتيجي تبيع. طب ليه؟ طب انا اعمل لهم منطقه لوجستيه في بني سويف، صحيح، تبقى توفر التكلفه، البضاعه بتطلع تروح سوق العبور وترجع تاني.